انطلقت فعاليات مؤسسة شباب القادة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية لتنمية القدرات القيادية لشباب الجامعات المصرية العملية والنظرية باستخدام أدوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليا. نتابع. إعداد كوادر قيادية من الشباب عن طريق تأهيلهم وتدريبهم على أعلى مستوى، وذلك إيمانا بفكرة الشباب هم قادة المستقبل، هدف اتخذه الشاب أحمد فتحي صاحب فكرة مؤسسة شباب القادة. احنا لما جينا فكرنا في فكرة المؤسسة ما رضيناش ان احنا نعمل مؤسسة تهتم بالعشوائيات فقط لا غير، او تهتم مع ملف التعليم فقط لا غير، لا احنا قررنا ان احنا نهتم بفكر الطالب نفسه اللي هو فعلا هيقدر يغير من كل حاجة حواليه. الكلام دوت هيجي ازاي؟ عشان دي برضو نقطة مهمة جدا، اللي هيجي من خلال التقييم الالكتروني اللي احنا بنشتغل عليه. احنا متفقين مع شركة عالمية، الشركة العالمية ديت هي اللي بتقول لنا مهارات الشخص دوت في مهارات التنمية، مش عايز اقول اللي هي النقاط الضعف، احنا بنقول عليها دايما اللي هي مهارات التنمية. النقاط التنمية دي احنا بنبتدي نشتغل معاها على مدار 4 شهور عشان نقدر نقول للشاب انت عندك من خلال التقييم اللي انت عملته الالكتروني، وتقييم ده سيرتيفايد من دول العالم كلها، ان هو بيوضح لي ان الشخص دوت يقدر يفيد في انهي مجال وايه الجابس اللي عنده عشان نبتدي احنا كمؤسسة نبتدي ننميها له. فكرة شباب القادة، اعداد شباب القادة، اولا يعني يمكن احب اعرفكم اولا ان القائمين على هذه المؤسسة كلهم من خريجي أكاديمية السادات. يمكن أكاديمية السادات من طبعها أو من الحاجات الأساسية اللي بتهدف لها إن يكون فعلا بتعد شباب قادر على القيادة وقادر على الإدارة، لأنها إحنا علوم إدارية، إحنا بنهتم جدا بالنقطة دي بالذات. هنا في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية انتقل فريق مؤسسة شباب القادة للبحث عن قادة من الشباب داخل الجامعات المصرية ولتنمية قدراتهم لتحقيق التنمية الحقيقية. مؤسسة شباب القادة من المؤسسات الرائدة في ان هي بتحاول ان هي تستقطب الشباب عشان يعدهم لسوق العمل من خلال برامج تدريبية يعرفوا من خلالها ابلكيشن بيملوه، يعني بيعرفوا من خلالها نقاط القوة والضعف، وبالتالي بشتغل على التارجت دوت، وفي النهايه بعد الخريج او الشاب ان هو ينزل سوق العمل ومعاه كل ادواته ان هو ينطلق منها، يعني ان هو يشتغل. مؤسسه شباب القاده بتحاول تجهز وتعد شباب للمستقبل، وده في الحقيقه في تطابق كبير جدا مع دور الاكاديميه. الاكاديميه منذ نشاتها من 70 سنه دورها الاساسي هو التنميه البشريه للجهاز الحكومي والقطاع الخاص وكل شباب مصر. ويمكن في الحقيقه احنا في الاكاديميه شغالين في البرنامج شبيه بهذا الشغل من حوالي 10 سنوات، بنحاول نعد شباب ونجهزهم للمجتمع. لم تكن هذه الفعالية هي الأولى، سبق وقدمت مؤسسة شباب القادة فعاليات بجامعتي عين شمس والقاهرة، وما زالت المؤسسة تأمل في الوصول لعدد أكبر من الشباب من أجل الاستفادة من إمكانيات الشباب وقدراتهم. إبراهيم عزت أون لايف.